باش ما نبقاوش نخربقوا على ريوسنا. واحد كيقول لك راه مسافر، واحد كيقول لك راه مع عمو، واحد كيقول لك راه مع ما نعرف شكون. ماشي شغلنا حنايا يكون مع عمو ولا يكون مع ولادو ولا يكون مسافر ولا يبقى ولا يجلس. هو مالك ولا تيسير. واش هذا الكلام كيتقال في الزمان ديال التليفون والانترنت وجو سي بلي تروك والواتساب وشنو كتسمي اخر والزوم والديريكت وما نعرف شنو، فهمتي انا ولا لا؟ انا كنت خدام معاه، كان في افريقيا تيكون في افريقيا تيكون في اسيا تيكون في الهند. واحد النهار فيقني مع الفجر، فيقني مع الفجر باقي ما صليت، فهمتيني ولا لا؟ واخد عليا داكشي اللي كان وقع في طنجة، وانا مع عبد الغشر بن النعاس ما عرفتش غنجاوب سيدنا، فهمتيني ولا لا؟ غير كملت وانا نتوضا وصليت وعيطت عليه في هذاك الوقت. تنا هو عيط عليا في الفجر، تنا عيط عليه في الفجر، ولا الفجر ديالي ماشي ديالو هو، عيط عليه. قلت له نعم سيدي، راه داكشي اللي قلتي لي على 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 طنجة راه ماشي الناس ديالي اللي داروه، هو واخد عليا ان الاخوان ما نز... ان الاخوان في طنجة ما نزلوش يشرحوا للناس. قلت له راه داكشي اللي داروه هو الياس العماري، لانه هو اللي قال انا ما غنخلصش الفاتوره ديال الجهه. ربما هذه القضيه انت ما كنتش عارفها السي. لا عارفها، عارف هذه القضيه هذه ديال المكالمه؟ لا أبدي. قلت له نعم سيدي راه هو اللي دار هذا الشيء. اش بدا تيقول لي يا سيدنا؟ قال لي صافي السي نكرر صافي، لانه هذاك ملي هو مسؤول سياسي وتيقول انا ما غنخلصش الفاتوره ديال الجهه، اش غيقولوا المواطنين؟ اقول لك حنا ما نخلصوش حتى الخبز، صافي تجيبوا لنا فابور. هي هادي، لان السياسي تيخصو يرد البال شنو تيقول، فهمتيني ولا لا؟ عندك ملاحظات اش كتقول؟ كتقول باللي بغيتي الملك يكون معنا في المغرب، حتى حنا انت انا بغيت يكون معنا في المغرب، ولكن الا هو ما جاش راه هو عارف علاش. وملي تيبغي يقول شي حاجه راه هو تيقولها، سمحوا لي الاخوان، تيدير بالاغ تيقولها الصحه ديالي، وملي ما تيبغيش يقول تيسكت، لا ينسب لساكت قول. واش دابا حنايا سمحوا لي غادي نمشيو دابا نبداو نبنيو على شنو تيقولوا لنا الصحافه ديال الدول اللي في الاصل هي معاديه؟ سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي المغاربه، ديروا عقلكم وتنبهوا تنبهوا. وانا اللي كنظن المغاربه في الحقيقه دايرين عقلهم ومتنبهين وعارفين ومتمسكين بالملك يديرهم، متمسكين بالملك يديرهم. نهار اللي سيدنا يبغي يقول لنا شي حاجه متعلقه بالمرض ديالو ولا ديال الام ديالو ولا بغى يدخل ولا بغى يخرج، هذاك حاجه اخرى.